Today's session, inshallah, we will start unit 5, lesson 1. Last session, we had the vocab and it was talking about at the food festival. بمعنى في مهرجان للطعام. Open your box, page 153. Part اللي فوق ده, read and learn. What are you eating? ما الذي تتناوله؟ Fried rice, try some, it's good. يعني أرز محمر, جرب البعض. Come on يعني هيا أو تعالى. Just a little يعني جرب ولو كمية بس قليلة. Oh, all right, حسنا. But not too much, ليس كثيرا. Here you go بمعنى تفضل. تفضل دوق يعني. Hey, it's delicious بمعنى لذيذ. I told you so يعني أنا أخبرتك البعض. What did you eat؟ ما الذي تتناوله؟ What did you eat؟ What did you buy؟ يعني ما الذي تشتريه؟ I bought some apples. اشتريت بعض التفاح. Thank you very much. شكرا كثيرا. You're welcome. يعني على الرحب أو السعة. مريم انتي هتكوني الجيرل ومودة هتكون البوي. قولي كده يا مريم. What are you eating? أي بوي مودة دوري انتي. كملي يا مريم. No thanks. Come on, just a little. يعني تعالى جرب البعض بس. قولي يا مريم. Oh, all right, but not too much. Here you go. Hey, it's delicious. I told you so يعني أنا أخبرتك بده من قبل. برد اللي بعدها في عندنا الولد اللي اسمه سكر والبنوتة اللي اسمها سكرة. قولي مودة البنوتة اللي هي سكرة ومريم هتكون سكر الولد. What did you I bought some apples. Do you want one? Yes, please. Thank you very much. Miss, thank you, يا مودة. أنت ممكن تقولي حاجة من اتنين. You could say thank you, or you could say thank you. Only one. ما ينفعش أقول اتنين مع بعض. يا إما أقول thank you, يا إما أقول thank you. Thank you very much. قولي يا مريم. You're welcome زي ما نقول بالعربي كده على الرحب أو السعة. شوف كده البارت اللي بعدها. البارت اللي بعدها ده أول جزء فيه أخدناه قبل كده لما كنا بنتكلم عن الأوردر سنتنس, عن الجملة الأمرية. زي ما أقولك مثلا إيه, تعالوا كده نفتح النوت بتاعتنا. زي ما اقول مثلا يا ولاد, open the door يعني افتح الباب. مش دي order sentence, مش دي جملة امرية. يبقى ال order sentence الجملة الامرية لو هي positive مثبتة هبتدي بالverb في الانفينيتيف, هبتدي بالverb في المصدر بدون اي اضافات. طيب لو هي جمله نيجاتيف, لو هي منفيه, هجيب يا مريم don't plus الانفينيتيف. يعني اقول لك مثلا ايه, don't raise your voice.
يعني ما تعليش صوتك. Don't raise your voice. يبقى تاني يا حلوين. If we're talking about the order sentence. لو احنا بنتكلم عن الـ order sentence، عن الجمل الأمرية. لو انا بتكلم عليها في صورة positive يعني مثبتة، هبتدي على طول بالـ infinitive يعني الـ verb بدون أي إضافات. الـ infinitive كده على طول، زي open the door، do your homework، sit down، raise your voice or raise your hand. أما لو أنا بتكلم عليها في صورة negative، negative يعني جملة منفية، هجيب إيه يا مريم؟ هجيب عندي الأول don't plus الـ infinitive. Like saying what? Don't raise your voice. يعني ما تعليش صوتك. Don't play in the street. ما تلعبش في الشارع. Don't play with matches. يعني ما تلعبش بالكبريت. Is it clear now? Point ده كده تمام؟ Oh. Okay. Oh, yes. Let's move to second part. البارت التاني بيتكلم عن too much and too many. Too much and too many. أنا بستخدم too much. تعال الأول نبتدي too many. بستخدم too many if we are talking about numbers. لو أنا بتكلم عن عدد أو بتكلم عن رقم. But we use too much if we are talking about quantity. بمعنى لو أنا بتكلم عن الكمية. لأ تاني كده نعيد البارت ده. بستخدم يا مودة too many لو أنا بتكلم عن عدد، يعني عن عدد كبير قوي معاي. بستخدم too much لو أنا بتكلم عن الكمية. شوف كده الإكزامبل. أما أقول مثلا إيه؟ they are too many students in the class. يعني الكلاس يعني الفصل ده في too many students، في عدد كبير جدا جدا أو كمية كبيرة من الأولاد داخل الكلاس. يبقى too many لو أنا بجيب بعدها number. number يعني رقم. تعالوا كده نشوف الـ quantity. ما أقول مثلا إيه؟ there is too much rice on the plate. يعني الطبق بتاعي فيه ده too much rice، كمية كبيرة جدا من الأرز. يبقى if we're talking about numbers، لو أنا بتكلم عن العدد أو عن الرقم هجيب too many. But if we're talking about quantity، لو أنا بتكلم عن الكمية هجيب معاها too much. too much يعني إيه؟ يعني كمية كبيرة أو quantity. تمام كده يا ولاد على ده؟ تمام يا ميس. أوكي. Let's move to the last part. The difference between at and its. يا ترى ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ اللي فيها apostrophe s واللي من غير apostrophe، اللي بالاس على طول. اللي فيها apostrophe s يا مريم دي اختصار لحاجة من اتنين، يعني الاس نفسها دي اختصار لحاجة من اتنين، يا اما اختصار لاز يا اما اختصار لهاز. طب انا اقدر افرق ما بين الاتنين ازاي؟ لو جاي بعدها verb plus الاي ان جي يبقى دي كده اختصار لاز. اما لو جاي بعدها البي بي يبقى دي كده اختصار لهاز. تاني كده يا حلوين. اتس اللي فيها الابوستروف اس، الابوستروف اس this is the abbreviation of two things، اختصار لحاجتين is or has.
الاس دي لو جاي بعدها verb plus ال i ان جي like saying what. اما اقول مثلا ايه it's raining outside يعني الجو يمطر بالخارج. وما اقول مثلا ايه it's got a new laptop a new laptop. انا في هنا عندي two sentence، الاولى في جاي بعدها ال ing، يبقى دي اختصار لايه يا حلوين؟ is or has. is is معايا يا مريم؟ مريم لما يكون جاي بعدها يا مريم ال ing يبقى this is the abbreviation of as، ده اختصار لاز. طب اللي بعدها جاي بعدها ال pp التصريف الثالث، يبقى this is the abbreviation of a has like saying what. it has got a new laptop. it has got a new laptop يعني هي بقى عندها a new laptop بمعنى لابتوب جديد. it's على بعضها كده اللي بدون اي abbreviations اللي بدون اي اختصارات، دي لو انا بتكلم عن الملكية، دي لو انا بشير الى ايه؟ بشير الى الملكية. like saying what. لما اقول مثلا ايه it's color is red، لونه احمر. ما اقول مثلا its tail is tall يعني ديلها طويل. ما اقول مثلا ايه its hair is short يعني شعرها قصير، شعرها قصير. يبقى اللي بدون الأبوستروف دي اختصار للبوسيسيف للملكية. it's a hair it's a tail it's a color أو whatever بقى. اللي بعدها ال ing this is the abbreviation of as. تمام يا ولاد على ده؟ تعالوا كده ناخد البارت ده سكرين شوت علشان نبعته. Open your book page 155. هديكم كده 5 minutes نحل فيها السؤال الأول ده. listen and complete 155. اه يا حبيبتي 155. خلص كده السؤال الأول. أمنية and أروى،
What are you or what are you? Eating. Eaten, yes. لأنها ردت عليها قالت لها fried rice. Do you to try some? Do you? You won't. Won't, excellent. Do you want to try some? No, thanks. Only. قلها إيه؟ لما اقول له يا مريم هيا او اقبل او تعال هقول له ازاي؟ come come on yes come on هيا او تعال just a little يعني جرب بس كمية قليلة oh all right but not too much بس مش كتير قوي hear you ما اقول له اتفضل يبقى go. Hear you ايه؟ go تمام أو here you are يعني تفضل يروح كده للسنتنس للكويستشن اللي بعدها circle the old one قولي يا مريم هنحله برضه ولا هتتكلم معانا لا هنحله يا حبيبتي مع بعض قولي كده number one by eat go festival festival yes تحطي مكانها ايه play excellent قولي يا مودة يا مودة بس هي مودة طلعت اه تقريبا النت عندها فصل طيب قولي كده يا مريم good try delicious little بصي يا مريم good this is an adjective delicious this is an adjective little this is also an adjective يبقى ايه المختلف يا مريم هنا؟ try try yes this is a verb حط مكانها ايه؟ bad bad excellent or any adjective او اي صفة مودة open your mind شغلي المايك ودي يا مريم اللي بعدها اللي بتشغل المايك؟ حاضر داليا دينا نهر جمال هتبقى جمال مريم مثلا مودة can you hear me okay مودة answer number four and number five beans, popcorn, some and rice. You want to choose which one? Some. Excellent. تعوضي مكانها بإيه؟ Salad. Excellent. اللي بعدها number five. هتبقى apple. تاني كده؟ apple apple excellent لان الباقي كله عباره عن درينكس مشروبات تحطي مكانها ايه اي حاجه بنشربها يا مودة you could say coffee اي حاجه بنقدر نشربها open your book بصوا كده معايا حلوين page 156 this is your homework البيج دي كلها 156 يا مريم
page 156. This is your homework. Okay. Let's move to question, I'm sorry, lesson 2. Let's move to lesson 2. Lesson 2 بيتكلم عن foods and drinks. Foods and drinks يعني الطعام والمشروبات. شوف كده البارتس اللي معانا دي. Green salad يعني سلطة خضراء. Kebab اللي هو الكباب. French fries بطاطس مقلية. Beef burgers. Beef burgers اللي هو البرجر نفسه. Spaghetti. Spaghetti. Barbecued chicken. Barbecued chicken اللي هو الدجاج المشوي. Orange juice. Lemonade. Orange juice. Lemonade. Again كده نجيب كمان البارت اللي تحت معاها. Basket. A birthday. Candy. Iced tea. Iced tea زي الشاي المسلك كده. Mail a letter. Mail a letter يعني بيملي حد خطاب. Say see you later. How about? So again let's read the vocab for the second time. Green salad. Kebab. French fries. Beef burgers. Spaghetti. Parbig the chicken. Orange juice. Limonada. Basket. Over there. Candy. Iced tea. Mail a letter. Say see you later. And how about? It will be our dictation for next session, inshallah. This is unit 5, lesson 2. Let's complete this vocab. Lesson 2, we will talk about some foods and drinks which are countable and uncountables. بمعنى ايه؟ هنتكلم هنا عن الأطعمة أو المشروبات اللي أنا ممكن أخليها countable يعني معدودة أو uncountable يعني غير معدودة. عندي مثلا حاجة زي الفرنش فراي. فرنش فراي جمعها فرنش فرايز. فرنش فرايز عموما لما يكون في عندي كلمة singular noun وأقدر أجيب منها plural noun بسمي ده يا مريم countable يعني معدود. Like saying what. ما أقول مثلا girl جمعها إيه يا ولاد؟ كلمة girl البنوتة جمعها إيه؟ Girl is excellent. Girls. يبقى الكلمة singular noun اللي أقدر أجيب منها plural noun الاسم المفرد اللي أقدر أحوله الجمع ده بسميه countable noun اسم معدود. Like saying what. زي ما أقول إيه كمان. Boy boys. Book box. A notebook notebox. يبقى أي حاجة singular noun أقدر أجيب منها plural noun دي بنسميها countable nouns أسماء معدودة. أمال إيه هي الـ uncountable nouns؟ الأسماء التي لا تعد. يعني لو إحنا مثلا كتبنا هنا الـ countable nouns دي الأسماء المعدودة. التانية اسمها uncountable nouns يعني أسماء غير معدودة. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ قلنا إن الكاونتبل ناونز الأسماء المعدودة
هو أي اسم singular noun أقدر أجيب منه يا مريم البلورال ناون؟ أنتوا دلوقتي اللي هتدوني الإكزامبلز، زي ما أقول مثلا girl أخليها girls، إيه كمان؟ Like saying what أقول إيه كمان؟ Boy. Yes, what else؟ Man. Man. Excellent. Man, men. Yes. إيه كمان؟ Woman. Woman. Woman بالA. جمعها يا مريم women اللي بالE. يبقى خلي بالك إن اللي بالA singular noun. اللي بالE plural noun. إيه كمان؟ Baby, babies. Excellent. Baby, babies. Could we say book, box? Book and box. كل دي عبارة عن countable nouns أسماء معدودة. لو جينا نتكلم عن ال uncountable nouns الأسماء الغير معدودة، ما أقدرش أعدها. أنا هبتدي بملك. إيه كمان؟ Did we say sugar? Rice. Rice, excellent. What else? Yogurt. What? Yogurt. Excellent, yes, excellent. الزبادي. What else? Did we say flour, الدقيق? Did we say oil? Could we say water? Salt. إيه؟ Salt. Yes, excellent. الملح. Excellent. So, uncountable nouns, الأسماء الغير معدودة, we cannot count them. دي مجموعة الأسماء اللي أنا ما أقدرش أعدها أو ما أقدرش أجمعها. لذلك بنسميها uncountable nouns. Could we say orange juice? Yes. وapple juice. Yes, وapple juice. أو الجوسز بصفة عامة. يبقى ده البارت بتاع countable nouns and uncountable nouns. أسماء المعدودة والغير معدودة. Let's move to this tape script. تعالوا نروح كده للتيب سكريبت ده. الأول A أنت يا مريم وB هي مودة. Excuse me, I'm looking for a green salad. The green salad. I'm looking for the green salad. يعني أنا ببحث عن السلطة الخضراء. وليه مودة؟ They are Over there on the left. Yes, over there يعني هناك. On the left يعني على الشمال أو على اليسار. يلا يا مريم. Did you say on the left? Did you say on the left? إذا وأنت قلت على الشمال. Yes, I did. Yes, I did. أيوة بالفعل. Thanks يعني شكرا لك. التيب سكريبت التاني يقول يا مريم وانا هقول معاكي، قولي A وانا B. I'm going to mail a letter. كلمة yes. mail a letter يعني يكتب خطاب. Okay, I'm going to buy some spaghetti. وانا اروح اشتري بعض الاسباجيتي. Okay, see you later. See you later. اشوفك تاني. باي باي. قولي يا مودة وأنا معاكي. Would you like a basket؟ لما أحب أعرض يا ولاد على حد حاجة أو أحب مثلا أعمله زي offer كده بستخدم would. Would you like a basket؟
تحبي تاكل بسكوت؟ No thanks. لا مش عارف. قولي مودة. How about some candy؟ طب ايه رأيك مثلا لو انا جبت لك كاندي زي الشوكليت كده؟ No thank you. لا مش حاب. يبقى if you want to make an offer، لو انت محتاج تعمل offer يعني عرض او طلب، you could use would or how about. Would or how about. So again, would you like a basket؟ عاوز بعض الباسكت؟ How about some candy؟ طب ايه رأيك في بعض الكاندي؟ Let's move to exercise lesson 2. قولي يا مودة number 1 and 2. Rice, okay, and you will put mother. Number 2, beans. No, not beans. Good, excellent. تحطي مكانها. Any food، أي طعام. Rice. وليه مريوم. Watch. Wash. When. Want. Step أول. Yes, excellent. Go. Go, excellent. Number 4. Meat, chicken, beef burger, juice. تبقى juice. Excellent. And you will put? Green salad. Excellent. Green salad. قولي يا مودة. Candy. Yes. And you will put? Sun. Yes. Excellent. Question number 2. I'll give you 2 minutes to answer this in your book. And please open your cameras. Open your cameras and answer number 2. Open your camera. اوكي يا مريم. تقولي ايه يا حبيبتي؟ مواد طلعت. طيب حليتي يا مريم؟ نعم. حليتي question number 2؟ لا لسه. يس اوكي تمام. مودة can you hear me؟ اوكي يا مريم. مودة سمعاني؟ اسمعك. اوكي open your camera. Yes. اوكي open your camera. افتحي الكاميرا كده. Question number 2. طب افتحي الكاميرا وحلي question number 2. كملي يا مريم question number 3.
يا مودة open your camera. باربيكيود. باربيكيود اللي هي من جاي من كلمة باربيكيو، المشويات. تمام يا مواد، خلصتي نمبر 2؟ بس انا خلصت الهيك في الاول بيج، اكمل برضه في البيج اللي بعدها. لا خلاص يا حبيبتي هنحله مع بعض. وقفتي لفين يا موده؟ بس هي البيج اللي بعديها برضه فيها بقيت التشوز. بقيت لي تشوز، تمام. تعالي كده نحلها مع بعض. My mother cooked rice lunch yesterday. My father made the green. يوين ايه يا مريم؟ سلطة. يس. وليه يا مودة اللي بعدها؟ My sister made oran. يس. وليه يا مريم؟ My brother Ashraf liked the beef burger. يس. But I like the kebab. The lunch was delicious. Yes, excellent. وليا مودة one. Samir likes. اسمها باربيكيود. باربيكيود تشيكن. قولي يا مريم. They are going to have some orange juice. Yes. قولي يا مودة. We love to drink lemonade. Excellent. وليه مريم؟ She is having some French fries. Yes, excellent. وليه مودة؟ Need one green salad. Excellent. تمام. Page 162 هي للأسف مش عندي. هي عندكم موجودة إيه يا أولاد؟